دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة إلى إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق، ونوه أعضاء اللجنة إلى أن سعر صرف الدولار الحالي أثر بشكل سلبي كبير في حياة المواطنين على مختلف الأصعدة. وقال عضو اللجنة المالية محمد الشبكي أن المبرر الرئيسي لرفع سعر صرف الدولار هو دخول العراق في أزمة مالية واقتصادية بسبب أسعار النفط العالمية، لكن مع ارتفاع أسعار النفط يتوجب على الحكومة أن تعيد سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق، فلا يوجد أي مبرر حقيقي لبقاء الدولار مرتفعا، خصوصا أن هذه الخطوة أضرت كثيرا بالعملة العراقية.